السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بي في هذا الفيديو الجديد. قضية اختطاف الطفل أكرم بمدينة القنيطرة على يد صديقة الأم ديالو، هذه القضية الخطيرة اللي هزت الرأي العام المغربي في شهر يونيو الماضي، واللي خلت المغاربة كاملين يديروا يد في يد ويتحدوا من أجل البحث على الطفل المختطف وارجاعه للحضن ديال والديه. كلشي بخير، كدير الصحه، كدير الامور، احوال الله يكبر بكم ولا خصني نشوف الامور واش هو ولا ماشي هو، ماشي مشكل غير باش ما كان يرد عليا الخبر قول لي اش كاين. صافي الله يحميك بالي والدي. عماتي كي دايره؟ الصحه بخير، كلشي مزيان، امور هانيه، الله يحفظك لهلا اختي. اذا هذه القضيه رجعت للواجهه من جديد بعد ما وقفت البارحه الثلاثاء خديجة أمام قاضي التحقيق من أجل الاستنطاق التفصيلي بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة. الأب ديال المتهمة خديجة شحال هذه صرح أنه منين زار الإبنة ديالته في السجن سولها أشنو اللي وقع لها بالضبط، جاوبته في السجن وقالت ليه أنها كانت ناوية تهاجر برا المغرب بطريقة غير شرعية، يعني بغت تحرق الإسبانيا. هذا علاش جمعت دوك الفلوس كاملين، ولكن الامور ما مشاتش كيف ما هي مخططه ليها، لانها تعرضت لعمليه نصب من طرف الشخص اللي بغى يحرقها برا المغرب، وكذلك تعرضت للسرقه من طرف جوج ديال الناس اللي هي كتعرفهم. اذا كان هذا هو كلامها او الروايه ديالتها اللي حكاتها للاب ديالها داخل اسوار السجن اثناء الزياره. منين دوزات واحد المده معينه في الحبس وارتاحات وجلسات وفكرات مزيان، واكيد السجينات اللي معاها قراوها اشنو تقول باش تخفف على راسها، هنا خرجت بكلام جديد. اذا البارح اثناء جلسه الاستنطاق التفصيلي خديجه كانت عندها روايه ثانيه مغايره لهذيك اللي قالت لباها، وصرحات امام سيد قاضي التحقيق انها يوم الاحد 9 يونيو الماضي اللي فات اتصلوا بها شي بنات صحاباتها ومشات لعندهم المولاي بوسلهام، وفعلا كان معها اكرم وكانت هازه 4 ديال المليون في ساكها. مشات هي واكرم المولاي بوسلهام تلاقات مع صحاباتها، من بعد رجعوا للسلا. اش غادي يوقع من بعد؟ دوك صحاباتها شربوها شي حاجه اللي فقدتها الوعي ديالها، ومنين فاقت لقاتهم سرقوا ليها ديك 4 ديال المليون اللي كانت هازاها في الساك. المهم بقات جالسه كتشوف ما عرفت شنو غادي دير، معاها الولد اكرم والفلوس مشات ليها وتورطات في الكريديات ديال الناس. صافي خافت باش انها ترجع للقنيطره. هنا فكرات وقالت غادي نمشي انا واكرم للسلا، وبقات كتقلب على البلايص اللي تيحرقوا منهم الناس اللي كيهاجروا لاسبانيا في الفلوكه. ولكن منين مشات للبنكه باش تيري دوك الفلوس باش تحرق بيهم، لقات الفلوس تبلوكاو ليها في الكونت، حيت مورا ما ديكلاراو الوالدين ديال اكرم بالاختفاء ديال ولدهم عند البوليس ناضو داروا اجراءات وبلوكاو ليها ديك 26 مليون اللي كانت عندها في البنكه. وصافي ما لقاتش باش تحرك، صافي لقات راسها واحله وخافت ترجع للقنيطره حيت الناس كيتسالوها، الوالدين ديال اكرم حتى هما كيتسناو فيها غيكونوا كيقلبوا على ولدهم. فتما قررت انها تمشي هي واكرم لمراكش وبقات مخزونه فيه، وعاشت حاله من التشرد هي واكرم، كينعسوا غير في الزنقه وكتطلب باش يلقاو ما ياكلوا. اذا كانت هذه هي الروايه اللي حكتها خديجه لقاضي التحقيق. فلنفرض انه تلاقات مع صحاباتها ودوروها بيناتهم سرقوا ليها الفلوس، مالك اختي ما رجعتي الولد لدارهم؟ وديك الساعه دبري محالك مع اللي سلفوك فلوسهم، ماشي حشومه عليك تجرجري معاك الولد الصغير في الزناقي وتكرفصيه ووالديه غادي تسطاو باش يرجع ليهم. تم النصب عليك، اذا ردي الولد لدارهم وسيري ديكلاري بالبنات اللي سرقوك، ياك هما صحاباتك اذا انت كتعرفيهم مزيان، سيري شكي بيهم، البوليس غادي يجيبهم فين ما كانوا. والحراق اللي نصب عليك حتى هو سيري ديكلاري به عند البوليس الا انت فعلا ضحيه ديالو. الا فعلا انت تسرقتي وتنصب عليك راك انت غادي تلجئي للبوليس، ماشي غادي تخبري انت والولد. اذا اخوتي انا كنشوف ان خديجه كدير رقصه الديك المذبوح، كتكذب بزاف وكتخبي
الحقيقه، حيت هي عارفه راسها متورطه من راسها لرجليها في تهمه اختطاف الطفل لوالديه، وعارفه ان هذه الجريمه بوحدها راها خطيره وغادا تعاقب عليها بسنوات طويله. ولكن شنو اللي كتحاول دير؟ كتحاول انها تهرب من المسؤوليه، كتحاول تستعطف القاضي وكتلتمس منه الاعذار لهذوك الافعال الجرميه اللي دارتها، كتلتمس منه التخفيف، وكتحاول تنقص عليها واحد الشويه من المسؤوليه وتبين انها حتى هي ضحيه ديال الغدر والنصب والاحتيال. ولكن هذا الشيء راه ما غاديش ينفعها، لانها جريمه الاختطاف ثابته في حقها، واعترفت بها امام الضابطه الامنيه وقالت اه انا خديت اكرم الماما وكنت ناويه نهاجر به برا المغرب، لانه كون طلبت هذا الشيء من ماما ما كانتش غادا توافق تخليه يمشي معايا، هذا علاش ديتو ليها غير بالحيله لانها كانت كتثق فيا. اذا هي خطفت الطفل عن طريق الاحتيال والاستغلال ديال الثقه اللي كانت دايره فيها ميلوده الام ديال اكرم. مني ميلوده وخديجه تلاقاو في مركز الشرطه، تقابلوا مع بعضياتهم، هنا خديجه بدات كتبكي حيت عارفه راسها خانت الثقه اللي دارت فيها ميلوده اللي ما صرفت فيها غير الخير. وهنا خديجه بدات تقول لميلوده عافاك ما تحرمينيش من اكرم. قالت لها ميلوده ياك انا كنت كنثق فيك دخلتك لداري وكنتي النهار كامل وانتي شاده اكرم، امتى انا حيدتو ليك؟ قالت ليها انا بغيت نديه معايا برا وخفت لما تبغيش تخليه يمشي معايا داكشي علاش خطفته، ودابا عافاك ما تحرمينيش منه. فسبحان الله من قوه ما كانت كتلعب مع اكرم، كتخرجوا معاها كتنعسوا حداها، فالسيده ربات عليه الكبده وما بقاتش قادت تفارق عليه ولا بحال الى ولدها. ولكن هذا الشيء ما كيعطيهاش الحق تخطف الولد لوالديه. كون كانت فعلا كتبغي اكرم وكتخاف عليه كانت غادي تخاف على مصلحته، ما كانتش غادي تفرقوا على الحضن ديال والديه، كانت غادي تفكر مزيان وتقول الولد باقي صغير باقي محتاج للحنان ديال والديه، اذا حشومه عليا نتكرفس على الولد ونخطفو ونشردو معايا في الزناقي. ولكن للاسف الانسان ما عندوش العقل حتى كيجيبها في راسه، كانت خدامه على راسها بخير وعلى خير، وها هي دابا كتدوز المستقبل ديالها في الحبس مع القتاله ومع الشفاره، واكرم مسكين اللي ما فكرت ليش باقي ليومنا هذا كيعاني من تبعيات الاختطاف، باقي كيتخلع باقي كيقفز في الليل وكيبقى يبكي لانه مازال اكيد ما نساش داك الشهر ديال تمارا والبيض في الزنقه اللي دازت عليه. البارح في المحكمه الوالدين ديال اكرم تلاقاو مع الاب ديال خديجه وطلب منهم يتنازلوا لبنته باش تخرج من الحبس، ولكن الوالدين ديال اكرم قالوا ليه باقي الحال على التنازل حتى نشوفوا شنو غادي يقول القضاء، وحتى بعدا تعترف بنتك بالحقيقه اللي مازال ما بغات تقولها. المغاربه كاملين كيتسناو الحقيقه تبان، علاش خديجه خطفات اكرم؟ ديالاش دوك الفلوس كامله اللي تسلفات اكثر من 26 مليون ديالاش، وما علاقه اكرم بهاد الفلوس؟ فانا بالنسبه ليا كنشوف ان الحقيقه مازال ما بانتش، وخديجه مخبيه الكثير ومتستره على شي حد والله اعلم. فانتوما خوتي كون في بلاصه الوالدين ديال اكرم كنتو غادي تنازلوا؟ ناصبه على عباد الله في ملايين صحيحه وخاطفه الولد مده شهر كتنعس هي وياه في الزنقه، حرمه من والديه كرفسات والديه شهر، وهما هاد الوالدين كيطلبوا من خديجه باش ترد ليهم ولدهم، ولكن ما حناتش فيهم وما رحمتهمش وما رحمتش حتى اكرم داك الوليد مسكين. اذا كيفاش بغات ان الوالدين ديال اكرم يحنوا فيها ويرحموها ويتنازلوا ليها انت وما رحمتيهمش في ديك الشهر؟ كتسني انه دابا غادي يرحموك هما؟ فمنين تلقى الولد راه مرض مسكين بزاف نفسيته، ووالديه حتى هما مرضوا معاه، وهذا الشيء كامل بسبب خديجه اللي كطالب بالتنازل. فانتوما خوتي واش كتشوفوا ان هاد السيده كتستحق التنازل؟ جاوبوني من خلال التعليقات ديالكم، ما تنساوش تخليو وجهه النظر ديالكم من خلال التعليقات، بارطاجيو الفيديو مع احبابكم. الى هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، خليتكم على خير، الى اللقاء.